حاخام يا عقوب ابو ناصر جاي هنا في الرياض الصباح الحاخام معانا نشكر الله ان الحاخام جاء وشفنا الحاخام عندنا حنا الحين طلعنا من المملكة ورايحين نتغدى في الرومانسية هاي حاخام السلام عليكم الله يبارك فيك I bless all the kingdom of Saudi Arabia, the Saudi people, the King Salman, and Mohammed bin Salman. تكلمت عن موضوع الحاخام في جلسة الخميس الماضي في الأسئلة لكن لابد من تأكيد على نقاط مهمة. أولا العلاقة النظام السعودي مع الكيان الصهيوني علاقة قوية قبل محمد بن سلمان يعني من أيام عبد الله وقبل عبد الله كان هناك علاقات تنامت حتى وصلت إلى تنسيق عسكري تنسيق سياسي تنسيق أمني تنسيق اقتصادي مع الكيان الصهيوني لكن خلف الكواليس ما كان النظام قبل محمد بن سلمان كان نظام حذر ما كان في مقابلات مباشرة كانت يتم عن طريق جهات غير مباشرة فإذا العلاقة مع الكيان الصهيوني قديمة ومحمد بن سلمان زودها وصلت إلى تنسيق مباشر محمد بن سلمان التقى مع نتنياهو عدة مرات ما أدري التقى مع رئيس الوزراء الجديد ولا لا أدري لكن التقى والتقى مجموعة كذلك من المسؤولين في الاستخبارات وفي الاقتصاد وفي غيره سرا عدة مرات ليس مرة واحدة لماذا تأخر التطبيع؟ هل هو محمد بن سلمان ما يبي تطبيع؟ لا غير صحيح محمد بن سلمان ما عنده مشكلة يطبع الآن والتطبيع الذي خلف الكواليس التعاون الوثيق مع الإسرائيليين أقوى من التعاون الإماراتيين ولكن هناك قناعة ليس فقط عند محمد بن سلمان بل عند الإسرائيل بل إن القناعة عند الإسرائيليين والأمريكان أكثر من القناعة عند محمد بن سلمان محمد سلمان بالعكس ما شايل هم هذا الموضوع قناعة عندهم أن التطبيع المعلن يضر أكثر ما ينفع يضر على مستوى مصداقية النظام داخل بلاد الحرمين مصداقية النظام داخل العالم الإسلامي لا تزال هناك بقية باقية لا يريدون أن يدمروها لأهمية النظام السعودي في تمثيل صورة الإسلام بسبب الحرمين فلا خل ما دام النظام الصهيوني مستفيد محمد بن سلمان استفادة كاملة ما لماذا يرفع علم في وسط الرياض لماذا لكن هل هذا القرار تغير الآن هل محمد سلمان نعم ربما يكون تغير ربما يكون محمد سلمان يذهب إلى متحمس للشكليات الآن حتى يحرج بايدن أنه ترى أنا سويت التطبيع ويجمع أكبر كمية من أعضاء الكونغرس حتى يقفوا معه ضد أي نية عند بايدن للسعي لإزالته قد يكون مع أني أنا أعتقد أن إسرائيل لا يزالون غير حريصين على التطبيع المعلن على سفارة في المملكة أما محمد سلمان والله ما هم ما حط العلم الإسرائيلي فوق الكعبة ولن يعترض العلماء ولن يعترض الإعلاميون ولن يعترض المفكرون ما كل اللي فيهم خير تقريبا في السجون فإذا القضية ليست قضية هم الشعب القضية قضية أن القرار هو قرار إسرائيلي أمريكي أنه هل يتم التطبيع المعلن أو لا ما الذي يعني لماذا الناس ساكتون الناس ما هم ساكتين الناس يعني الناس كارهين على مضض وهناك أسباب كثيرة تستفز الناس من ضمنها موسم الرياض من ضمنها قرارات كثيرة لكن ما في آليات التي تحرك بها الناس محدودة لكن سيحصل حدث معين إما على مستوى العائلة أو على مستوى إقليمي أو على مستوى نوع من أنواع العنف يكسر الحاجز ثم ينكب الناس دفعة واحدة في انتقام من محمد بن سلمان وأشكاله ماذا يجب علينا؟ الآن إذا أنت عاجز ما تستطيع أن تعمل عمل حركي سلمي أو غير سلمي وضد التطبيع وضد هذا الفساد الذي يجي في البلد يا أخي على الأقل أنك تقنع نفسك أنك مسؤول عن هذا الخراب والدمار وحرف المجتمع وتوجيه دفته وتوجيه بوصلته إلى اتجاه آخر أنت تشعر أنك مسؤول وتبدأ تسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمك الصواب فيما يجب أن تعمل وتحمل هم هذه القضية صدقني ستلهم وستوفق إلى ما يجب أن تعمل